فطاير فلاحي اسمها الفطاير الدمسي. الدمسي زي الفول المدمس كده. اوكي عايزه تقولي مقادير؟ ممكن. بس شكلها حلو قوي بصراحه. انتي هنا مقدمه معاها عسل اسود ومربى، عسل اسود ومربى وممكن عسل ابيض وممكن جبنه قديمه وممكن نعمل لها حشوه، ممكن كل حاجه. هي العجين بتاعها حلو قوي. في حشوه؟ في حشوه. لا يا شيخ. انا فاكرها زي العيش. في حشوه وفي ممكن نعمل يعني كام واحد من غير. اوكي. وده فجل ده ولا ايه؟ ده جرجير. جرجير. طيب قول لنا بقى مقادير. يلا العجينه 4 كوبايات دقيق مخبوزات، 1.5 كوباية لبن رايب، علبة زبادي، معلقة كبيرة خميرة، 2 معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، 1.25 كوباية سمنة الهانم، وللحشو 1 كوباية دجاج مقطع، و1 كوباية مشروم، 1/2 كوباية فلفل أخضر، 1/2 كوباية جبنة كريمي، جبنة مبشورة صفرة أي نوع، 1/2 كوباية زبادي، وزعتر معلقة زعتر، وشمر وحبه البركه. اوكي. حلو قوي. يلا بينا. يلا بينا. هتعملي اول ايه الطبق ده بقى؟ فهميني عشان انت رحتي عملتيه باوردر مخصوص. الطبق ده واحنا في الفلاحين بنعمل ايه؟ مش بنعمل، بنعجن في حاجه اسمها جورن. جورن صح؟ بيبقى عالي كده شويه وبيعجنوا فيه حوالي 5-6 كيلو، بيبقى تقيل جدا علشان ما يشيلش العجينه مننا. ناس كتير طول الوقت بتكلمني وبتقولي احنا ما عندناش العجان، فاحنا من هنا ورايح مش هنعجن في عجان، احنا هنعجن في ده. حلوة. طبق عادي مفيهوش اي حاجه. فخار. انا رحت عملته عند بتوع الخزف، رحت عملته على ايدي، وقفت عند الراجل وعملته. وعملتيه واسع عشان الكاميرا ولا وعملته عشان واسع؟ ولا عشان لا علشان ايديا عشان اعرف املك لان ده الحجم ده ما شفتوش كتير. وتقيل. بص هتشوف دلوقتي مش هيتشال معانا، فاحنا كده مش هنحتاج نجيب المكنه ونقعد نعمل ولا حاجه خالص، مش هنستخدم المكنه بعد كده. ورينا هتعمليها ازاي. طيب ده بالنسبة أروبا صح؟ بص ده الدقيق هنخله، بس مهمة ده دقيق مخبوزات. دايما بأكد يا جماعة ان كل الدقيق بتاعنا اللي هنعمله يبقى نستعمله في المعجنات يبقى دقيق مخبوزات. انا هستخدم 3.5 كوبايات والنص الزيادة ادي 2، ادي النص الاخراني، والنص اللي فاضل هسيبه مش هعمل فيه حاجة، وهنخله في الوقت دوا. هكون مجهزة الخميرة بتاعتي. المرة دي انا جهزت لكم الخميرة قبل الهوا عشان تشوفوا موضوع البابلز ده او الفقاعات اللي هي بتطلع. حطيت 2 معلقة من اللبن الرايب و2 معلقة من المية، حطيت الخميرة وشوية سكر قلبتها. هعمل بقى حفرة في النص، ساعتها ممكن نفتح بقى سمنه الهانم بتاعتنا الجميله دي. انت اللي هتفتحي لي. طبعا. طيب سلام. انا بقى خلاص. لا لسه. انا حطيت هنا الخميره ومضاف لها 2 معلقة لبن رايب و2 معلقة ميه وشويه سكر. طيب. لما عملت فقاعات حطيتها. طيب خليني اقول النهارده ليه احنا اخترنا نستخدم سمنه الهانم. سمنه الهانم غنيه بفيتامين الف وفيتامين د، وهي خالية من الكوليسترول. هتلاقوا في السوق سمنة الهانم، في منها الحجم اللي معايا اللي هو الحجم ده، وفي الحجم العلبة اللي هي الأكبر زي اللي ورانا كده. خلاص؟ ماشي. أنت عايزة قد إيه بقى؟ عايزين أنت قلتي لي أنت عايزة إن هي تكون، طبعًا هي سهلة الفتح جدًا من غير بقى هنشيل يا دوبك الغطا البلاستيك، ومش ضروري بقى نجيب الفتاحة والكلام ده. هنا اهوت هنرفع دي كده بتتفتح بمنتهى السهولة عشان ايه تبقى سهلة على ست البيت. اوكي. كويس قوي. اوكي. في الجزء اللي دايب ده انا هاخده. هتاخديه. ماشي يلا. 1/4 كوباية. عايزة كبشة؟ ايه رأيك؟ يلا. عشان هتبقى حوالي 3 كبشات. هاخد كبشتين. هحطهم لك هنا اهو؟ لا استنى بقى شوية عليا. طيب. خلاص انا حطيت هنا الخميرة، هحط اللبن الرايب. وبعدين يبقى كده حطينا الدقيق وال الخميره اللي بنضيف لها سكر واللبن الرايب، السمنه هتبقى اخر حاجه. اوكي خلاص. وده زبادي وده سكر. اوكي. واخر حاجه هيبقى الملح، بس بعد ما اعجن علشان ادوب الخميره واضيعها. هبتدي ادوب كده وسيب ال ركزوا عشان تيجوا تطبخوا. هو ينفع اقربه مني شويه؟ لا عشان الكاميرا. اوكي معلش. خلاص لا ما يجراش حاجه. خلاص دي اخر حاجه. هنقعد نعمل ايه بقى؟ الملح. وهنقوم حاطين السمنه. بص الدقيق اديني احتجت دقيق تاني. اوكي. عايزه كام كبشه؟ يعني عايزه 1/2 كوباية. نص كوبايه.
احط بقيه الدقيق كده. نص كوبايه. كام كبشه؟ انا مش عارف. طيب كام كبشه؟ كبشتين. أوكي. بس مش عايزه فيها قطع، عايزاها كلها. عايزاها سايحه. المفروض كنا نحطها على النار بقى ولا ايه؟ نحط، بس نحط يعني نص الكوبايه نحطها على النار علشان تدوب. بس هو هنا في دايب شويه منها عشان ايه؟ طيب كده ادي واحد. ماشي. اوكي. وادي واحد وادي اثنين. كده يبقى نص الكوبايه. تمام. الربع الباقي ده بقى هدي بيه الوش. خلاص كفايه كده. اوكي خلاص. بس العجينه دي بقى العب بقى انت شويه عبال ما عجنها. العب اعمل ايه يعني؟ شوف بقى. والله انت هتقعد وقت تعجن. هتلت وتعجن. هلت وعجن. لتيتي وعجنتي. لتيت وعجنت. بص بقى، وهي دي المرحله الاخيره اللي بتوصل لها. مش حلوه؟ شكلها حلو. تجنن. شكلها حلو اهي. يعني الظريف في الموضوع ده. بتعملي ايه؟ بتضربيها. بطلع العرق. اهو نعمل كده اهي. وبعدين نلم كل اللي في الجناب. خلاص. ونحط لها، نرش لها شويه شمر. وبعدين نقوم ايه حاطينها في بوله ونغطيها. اخد الطبق ده اسحبه بالستريتش. ممكن. خلي بالك منه. وهنغطيها بالستريتش وايه هنسيبها ساعه. تطلع سيدي دي. خلاص. عايزه بس اعمل الحشوه بتاعتي قبل ما اعمل العجينه. هي سهله قوي. اي جبنه صفراء عندنا موجوده في البيت، ايا كان بقى، رومي، شيدر، اي حاجه. وفراخ، مشروم، فلفل، و جبنه كريمي، زبادي. وقولي ليه حطيت زبادي؟ ليه حطيتي زبادي؟ علشان يبقى كريمي كده، ياخد ويدي معايا. وده الزعتر وشويه ملح. اوكي. حبه ملح مش كتير عشان شريف ما بيحبش الملح. يس، لان الملح مش صحي. وملح وسكر ودقيق لازم نقللهم على قد ما نقدر. اوكي. بعد كده خلاص انت هتقلب بقى ده كويس عبال ما هاخد بس ده. الحشوه بتاعتنا كلها الجبنه والجبنه الكريمي والزبادي، وحطت هنا الفلفل والمشروم وقطع ممكن لانشون، فراخ، لحمه بارده فاضله عندنا في الثلاجه. كل الكلام ده ممكن نستخدمه. بعد كده هتبتدي تفردي العجينه. بص انا عملت ايه، انا نزلتها زي ما هي. خلاص. وهقسمها على 8. اوكي اهي. ما بدوس بقى وما بعملش. كل واحدة اهي على 2. ونرجع تاني كده ونكور. كور والقف. كور والقف. شاطر قوي. مسرحية الجوكر. يلا بعدين. اهو. انت مش هتستخدمي البوتاجاز مش كده؟ لا. اوكي. هستخدمه في النص، اللي في النص وانا مجهزاها. خلاص. وبعدين هنحشي 2 بس لو سمحت. في واحد مش هنحشيه خالص، هنعمله كده الاول. خلاص. عايزه ايه قولي لي بدل ما عايزه ايه؟ هقول لك انا عايزه الشمر. ايوه. وسوي الزبده. خلاص. دي سمنه الهانم. حطي برده. هقوم حط على الوش ده، مهم جدا الخطوه دي. خلاص. هقوم حاطه الشمر والسمنه. كويس كتير. أوكي. علشان هو ده اللي بيطريها. ايوه. شكرا. خلاص. أوكي. وبعدين هحطها على النار. على صاج. دي بتخشش الفرن؟ لا بتخش بس. بالاول من تحت، لان هي ما بنحطلهاش بيض من فوق. فعشان الوش يحمر معايا بالطريقه دي. اوكي. لازم. طب هنعمل واحده محشيه لو سمحت عشان الوقت. يلا. اوكي. ياخد وقت. لا يعني. طيب انا شاطره. هتحطي شمر برضو؟ ايه. هنحط بقى ولا الحشوه؟ هنحط حبه البركه. طيب الايه يا جماعه؟ الايه؟ صعب. بس بقى هنعمل ايه؟ بصوا بقى بتقفلها ازاي. اوكي كده. زي البقجه. ايوه. ماشي خلاص. اها. كويس. ونحطها برضو على النار. ايوه.
وبعدين هتخش الفرن تقعد قد ايه؟ هتخش الفرن لغايه ما الوش يحمر، وهنولع الشوايه من فوق ومن تحت، يعني الفرن والشوايه. اوكي كده احنا خلصنا النهارده مع اميره، دول محشيين فيهم حشو؟ فيهم حشو. ولازم ادوق الجمهور اللي معايا اكل اميره النهارده، هتكون عامله حاجات نص نص جاهزين، وبعد كده هنحلي بالشوكولاته بتاعتها، صح كده؟ ميرسي يا اميره، شرفتيني نورتيني كالعاده ورفعتي راسي. جاهزين تدوقوا الفطيره بتاعتها؟ اوعى تكون مش حلوه. بالهنا والشفا، انتوا مشرفيني ومنورين. طيب احنا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في الكلينيك مع استاذ دكتور احمد عوض الله. خليكم عندنا في 24 شريف لو سمحتوا.